هل معنى كلمتك اللي هو غياب العاملين في المثلث بتاع المكسب المادي اللي هو سواء التذاكر من المدرجات والباقي التلفزيون ده معناه استحالة ان اي نادي في مصر يخرج كسبان بالظبط، فبالتالي يبقى اصرف بقى براحتي عشان اكسب على الاقل رياضيا، انا كده كده مش هكسب اقتصاديا. ما تقارنش النادي الاهلي باي نادي تاني، يعني انا بتكلم عن النادي الاهلي النهارده. انت النادي الاهلي مثلا بفضل الله سبحانه وتعالى انت بتفتح الفرع الخامس، انت خلاص فتحت الرابع وداخل على الخامس في العالمية. يعني لما نيجي نتكلم على كرة القدم انت لازم تحط جزء كبير وليكن 20-30% من الريفينيو ستريم اللي بيجي لك من الاشتراكات ان الناس عايزة عشان خاطر الكورة. يعني في ناس بتنسى هذا الموضوع. يعني انت النهاردة لما تيجي ميزانية الكورة يمكن انت اللي داخل اقل من اللي خارج، لكن انت النهاردة النادي الاهلي بالفروع بتاعته دي لازم يعني لازم تاخد جزء من الاشتراكات اللي هو النهاردة بيعتبر لك اكبر عائد مادي ليك، وتحطها في الكوره، وتحطها في جزء منها في الكوره عشان حتى المشتركين دول يسعدوا، لان هم في الاساس من جمهور الاهلي. فاذا النهارده لما تيجي تقول النادي الاهلي، لان الاهلي الحمد لله رب العالمين بيكسب، لكن رياضيا او كرويا مجال الكوره لوحده، مجال الكوره لوحده اللي خارج مش قد اللي مش قد اللي داخل. يبقى هنا هوت، هل نقدر نقول ان اذا كان الاهلي اللي هو النادي الوحيد في مصر اللي بياخد دوري ابطال افريقيا، فبياخد بيجيله فلوس بالدولار ويشارك كاس العالم الانديه والمكافئات دي كلها، ما بيكسبش من الكوره؟ يبقى لو مفيش اصلا مجال ان احنا نطبق حاجه اسمها اللعب المالي النظيف. لا في مصر يعني هو زي ما بتطبق في اوروبا. لا انا اقول لك حاجه بقى، انت برضه لازم تقيم سعاده جمهورك بفلوس. طبعا ماشي، يعني مع احترامي ما ينفعش بقى تيجي تقول فرقه ما عندهاش جمهور وتدفع الفلوس الكتيره دي وما يطلعلهاش وتبقى ده كلام مظبوط. لا طب داخل ليه؟ يعني بالله عليك بالمنطق كده، النهارده واحد بيدفع ملايين الملايين وما عندوش دخل، طب انت داخل مصر تعمل ايه؟ فاهم ازاي؟ فبالتالي انت لازم تقيم النوادي الانديه الشعبيه يعني لوحدها والانديه الغير شعبيه لوحدها. فهمت ازاي؟ فانا بالنسبه لي يعني اسعاد جمهوري ده طبعا ليه ثمن. انت بتتكلم على مصر. طبعا. بس صعب قوي انك انت النهارده تقارن النادي الاهلي، مع كل احترامي لجميع الانديه على دماغي، باي نادي تاني. بس طبعا ده كلام محترم جدا ومفهوم، بس اللي اقصده ان مثلا في اوروبا طبعا حضرتك عارف قانون اللعب المالي النظيف، وحضرتك طبعا كنت شغال في الفيفا، انديه عقبت، انديه لها جمهورها وبتكسب بطولات وكل حاجه، عقبت بسبب ان هي زي يوفنتوس مثلا مداخلها مش قد مصاريفها. ده احنا مش مؤهلين اساسا في مصر احنا نطبقه في ظل ان المنظومه مش متكامله الاركان، ولا في افريقيا كلها، ولا في افريقيا طبعا. ما في ليه برضه ارجع اقول لك المعطيات مش زي هناك. توتنهام كان بيعمل استاد جديد، فكان بيأجر الاستاد بتاع ويمبلي لحد هذا وايت هارت لين وعمل توتنهام بالظبط كده. عارف الدخل بتاع توتنهام في الماتش كان كام؟ ده اي ماتش، مش بكلمك بقى مثلا مش توتنهام ضد مان يونايتد، توتنهام ضد مثلا استون فيلا، او توتنهام ضد ويست بروميتش، مليون استرليني في ماتش. طب متخيل صعب قوي انك انت تقارن ما بين العالم وتقارن ما بين مصر او بافريقيا. طبعا فهمتني ازاي؟ الموضوع مختلف تماما يعني. فاحنا النهارده النادي الاهلي هقول لك ان هو انجح منظومه إدارية رياضية بتقدر النهاردة أنها تنفق عشان تحصد البطولات، وفي نفس الوقت ما يبقاش عندها خسارة. أنا الحمد لله رب العالمين الميزانية بتاعتي السنة دي فوق 3 مليار وعندي فائض مش وحش. فالنادي الأهلي بقى بيعمل إيه؟ بيفكر إزاي يفتح أفرع جديدة عشان يقدر يجيب دخل، عشان يقدر يصرف على النشاط، عشان تقدر تكسب بطولات، وفي نفس الوقت تقدر انك انت تبقى اعضاء بالظبط كده وجماهيرك طبعا وهي الاساس.